تحياتي لكم والسادة المستمعين والمشاهدين. أهلا بك. طبعا اللقاء اللي حصل بين وزيري الدفاع السوري والتركي أو العلاقة السورية التركية الإدارة التركية الأخيرة كلها كما ذكر مجلس سوريا الديمقراطية هو موضع شك وريبة بالنسبة لنا. هذه العلاقات أو هذا الانفتاح السوري التركي هو ليس نابع عن محاولة تحسين علاقات دولية بين دولتين، وإنما هو له غايات وأجندات سياسية معينة. حزب العدالة والتنمية في تركيا مقبل على الانتخابات، وهو يريد أن يحسن صورته أمام الشعب التركي. ملف اللاجئين السوريين أصبح أحد النقاط التي تشكل نقطة ضعف للحكومة التركية وحزب العدالة والتنمية، وهم بهذا الشكل يريدون أن يحسنون صورة حكومة العدالة والتنمية في هذا الموضوع. وأيضا موضوع اللاجئين أصبح فرقة قوة في يد المعارضة التركية. على هذا الأساس أو هذه الرؤية نحن نقرأ هذا التقارب أو هذه الإصدار التركية المفاجئة تجاه الملف السوري والحالة السورية بشكل عام جدا. طبعا تركيا لديها أيضا مشروع تجاه الإدارة الذاتية، تجاه التطورات التي عم تحصل في شمال شرق سوريا من مشروع الإدارة الذاتية بديمقراطيته ومكوناته ومسألة أخذ الأمور بشكل جدي ومحاولة تجاوز الأزمة السورية التي للأسف الشديد تاجر بها النظام التركي والحكومة التركية وحكومة العدالة والتنمية كثيرا تاجرت في هذه القضية، واليوم كشرت على نيابها من خلال الافتتاح على النظام في سوريا الذي منذ أكثر من 11 عام الشعب السوري يناضل من أجل الحرية والديمقراطية والخلاص من الحكم والاستبداد لهذا النظام. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، أنقرة تبدي استعدادها للتخلي عن المواقع التي احتلتها في سوريا، ما مدى جدية هذه التصريحات وما ثمن أو الثمن الذي ستدفعه دمشق في هذا المقابل؟ طبعا حكومة العدالة والتنمية حكومة رجب طيب أردوغان لم يعد خافيا علينا استداراتها المذهلة جدا تجاه شعوب المنطقة أو حتى أحيانا حلفائها وأصدقائها. وارد جدا أن ممكن الحكومة التركية تأخذ مسألة الانسحاب وهذه القضايا. الحكومة التركية أيضا لديها قضية أساسية، مسألة الانتخابات القادمة في الشهر السادس من 2023 ستبذل كل الجهود وستقدم كل التنازل في سبيل أن تفوز بهذه الانتخابات. هذا الأمر وارد جدا، مسألة الانسحاب وهذا أمر وارد جدا بالنسبة لحكومة العدالة والتنمية التركية الحالية. طيب أستاذ إبراهيم، ذكرت أن ملف اللاجئين هو ملف ضغط قوة للمعارضة التركية. طيب أيضا النظام التركي تخلي عن هذا الملف أو اللاجئين، لا يبقي للنظام التركي أي ورقة ضغط على المجتمع الدولي. هل من الممكن أن النظام التركي التخلي عن هذه الورقة التي دائما يستخدمها للضغط على المجتمع الدولي؟ طبعا نحن منذ فترة يعني أكثر من عامين أو أكثر تعودنا على برغماتية الحكومة التركية وحكومة العدالة والتنمية. هذه الحكومة اتضح تبين أنها ليس لديها موقف مبدئي تجاه كل الأمور، وإنما هي حكومة براغماتية تسعى في سبيل مصالحها ومصلحتها الأساسية في نيل أو تحسين صورتها أمام الشعب التركي لنجاح في الانتخابات. هذه الأمور كلها المؤسف أنه هذه الحكومة حكومة العدالة والتنمية ليس لديها حسابات سياسية دقيقة جدا، واستداراتها أصبحت معروفة يعني سواء كان تجاه حلفائهم في مصر أو حلفائهم في هذه الحكومة أصبحت معروفة يعني ليس لديها مواقف مبدئية نهائيا. طيب برأيك أستاذ إبراهيم، كيف يمكن حل الأزمة السورية؟ الأزمة السورية 2254 هي مرتكز الحل السوري، هو قرار أممي، الجميع أجمع على هذا القرار. تحاول روسيا الحكومة الروسية وروسيا الاتحادية أن تلتف على هذا القرار من خلال سوتشي من خلال السنة من خلال محاولة الاستدارة على هذا القرار، ولكن قرار 2254 قرار واضح وصريح جدا من محاولة روسيا وحلفائها والنظام أن يتلاعبون في المصطلحات وتفسير النصوص. واضح جدا في إنشاء حكومة انتقالية دستور، هذه الأمور كلها واضحة جدا لا تريد، ولكن روسيا وحلفائها يريدون الاستدارة على القرار، ولكن مرتكز الحل السوري 2254 تكاتف الشعب السوري تكاتف قوى المعارضة السورية قوى الثورة السورية بكل اتجاهاتها الاستفاضة على الإدارة الذاتية التي الآن هي مشروعها رائع جدا ورائع جدا، مشروع مكونة المنطقة
وتوحدها تحالفها الأمن والاستقرار الذي تعيش هذه المنطقة. هذه هي عوامل نجاح الثورة السورية. نعم. من شمال وشرق سوريا سيد إبراهيم الثلاج عضو المجلس الرئاسي بمسد، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.